ارجع بقى لموضوعي اللي انا هتكلم عليه النهارده وهو صحه الجلد. ايه هي الاكلات اللي بتفيد صحه الجلد؟ ايه هي الاكلات اللي بتفيدنا بشكل عام وبالاخص الجلد؟ يمكن دكتور عمرو قطب اللي احنا استضفناه الاسبوع ده في عسل ابيض اتكلم على حاجات كتير قوي لازم نعملها للوقايه من الشمس. انا طبعا اتكلم على الحاجات الخارجيه، انا دلوقتي هتكلم على الحاجات الداخليه او الحاجات اللي احنا ناكلها. لو حابين ان انتوا تتصلوا بينا عندكم الارقام موجوده على الشاشه او حتى تبعتوا لنا على الفيسبوك بيج بتاعتنا، اكيد هرد على كل الأسئلة. أبتدي بقى بالأكلات المفيدة جدا للجسم أو للجلد وهي الشاي الأخضر. الشاي الأخضر من الحاجات اللي بتحتوي على مضادات الأكسدة عالية جدا، وبتحتوي على مادة اسمها EGCG. EGCG دي مهمة جدا للمفاصل وكمان مهمة جدا للجلد بشكل عام. وبعدين اكتشفوا الناس اللي بتشرب شاي أخضر، يمكن دراسة اتعملت في بريطانيا، الناس اللي بتشرب شاي أخضر لمدة 12 أسبوع كل يوم كوباية أو كوبايتين، ده بيخلي جلدهم سمودر أكتر أو ناعم أكتر من الأول. طبعا في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، وهي إن الشاي الأخضر من الحاجات برضو اللي بتنزل المياه في التواليت، فلازم نشرب مياه كتير جنب الشاي أو جنب القهوة أو أي نوع شاي. بس الشاي الأخضر من الحاجات اللي بتحتوي على أكبر نسبة مضادات الأكسدة من الشاي الأحمر أو كمان القهوة. الصورة اللي بعد كده هتبقى زيت الزيتون. زيت الزيتون من الحاجات المفيدة جدا يا جماعة اللي لازم تكون موجودة في بيوتكم. مهم جدا ان احنا يعني نجيبه من مصدر موثوق منه، لان انت عندك اكسترا فيرجن وفيرجن والحاجات دي كلها، يعني صفاء زيت الزيتون. زيت الزيتون من الحاجات لو احنا اخدناها معلقتين في اليوم ممكن نحطها على زبادي، ممكن نحطها على سلطة، اهم حاجة ما نطبخش بيها. ده لو احنا استخدمناها كل يوم لمدة 3 أسابيع هيقلل من حدوث تجاعيد في وشنا. الصورة اللي بعد كده أو الأكلة اللي بعد كده معانا هي اللب السوري. أنا عارفة أن حنان زميلتي حبيبتي هتبقى مبسوطة قوي بالكلام ده، بس ده مش معناه أنه بيخسس يا حنان، عشان هي أنا راح أقول له كل الناس أنه بيخسس. هو ما بيخسس خالص، بس هو مفيد جدا للجلد أنه بيحتوي على فيتامين إي وبيحتوي كمان على أنتي أكسيدنت زي ما بنقول. وعاوز أقول أنه هو بيحتوي على الدهون الصالحة لينا، بس بيحتوي على دهون، يعني أنت عندك دهون مشبعة وغير مشبعة، إحنا عاوزين ناخد الدهون الغير مشبعة اللي هي ما بتأذيناش. دي موجودة في اللب السوري. بس اهم حاجة ودي مهمة وناس كتير قوي بتنساها، ان فكرة اكل قد ايه وهل مملح ولا لا. لو حطينا عليه ملح فاحنا كده زودنا نسبة الصوديوم، فبالتالي زودنا نسبة المية اللي بتتخزن في الجسم. ده بالنسبة للب السوري. طبعا انا كنت عاوزة ابتدي بالمعلومة دي لانها معلومة مهمة جدا، وهي المية. ارجوكم ارجوكم المية، لازم نركز على المية. الجو حار جدا، بيحصل جفاف في الجسم، فبالتالي لما بيحصل جفاف في الجسم اعضاء الجسم ما بتشتغلش بطريقه سليمه. خلي بالكم ان الدم معظمه معمول من ميه كمان، والدم وظيفته ان هو يوصل كل التغذيه السليمه لاعضاء الجسم كلها، فبالتالي لو انا ما عنديش كفايه ميه في جسمي مش هيكون عندي غذاء سليم لكل الاعضاء، فلازم نشرب ميه. ناس كتير تقولي طب ما اشرب ميه قد ايه؟ يقول لك هما 8 كوبايات، انا بالنسبه لي 10 كوبايات على الاقل، 10 كوبايات زي دولت. فانت دلوقتي لو مش قدامك كوبايه ميه عشان خاطري قوم جيب كوبايه ميه وشويه شويه اشرب الميه. في معلومه انا قلتها قبل كده عن الميه، وهي ان احنا ناس كتير تقولي طب انا شربت ازازتين الصبح عشان اخلص من موضوع ان انا اشرب ميه طول اليوم. ده غلط تماما، الفكره كلها ان انا برطب جسمي. ارطب جسمي ازاي؟ بان انا كل ربع ساعه لازم اشرب بق ميه، مش طالبه اكتر من كده، بق ميه كل ربع ساعه. لو مش متعوده على الميه اعملي زي ما الاجانب بيعملوا، امسكي ازازه ميه معاكي طول ما انت ماشيه، شويه شويه هتتعودي على نسبة المية. بعد كده بقى عندنا عين الجمل. عين الجمل من الحاجات المفيدة جدا اللي بتحتوي على فيتامين اي برضو، بتحتوي على الأوميجا. الأوميجا من الحاجات احنا عندنا 3 و6 و9. الأوميجا من الحاجات المهمة اللي لازم تبقى موجودة كمان في أكلنا. ناخد عين جمل، أفضل الست عشان تحمي نفسها من الأستروبوسوس أو من هشاشة العظام، تاخد زبادي مع عين جمل، يعني أفضل مش أكتر من 7 حبات عين جمل في اليوم. الصورة اللي بعد كده عندنا الطماطم. دكتور عمرو كان اتكلم على ان في اكلات فيها SPF او فيها وقايه من الشمس. الطماطم من الحاجات اللي بتعلي من الحمايه بتاعه السكن او الحمايه بتاعه الجلد كويس جدا. الطماطم تحتوي على ماده اسمها اللايكوبين. اللايكوبين دي مضاد للاكسده مهم جدا وبيقي من كانسر البروستاتا لا قدر الله. الطماطم من الحاجات اللي بتحتوي على نسبه ميه عاليه جدا، فلازم تكون موجوده في اكلنا. وزمان كان يقول لنا اللي بياكل طماطم كتير وخدوده بتبقى حمراء، ده حقيقي. فكله طماطم كتير، وفي ناس تقول لي طب انا ما باكلهاش عشان املاح زياده. لا، انا افضل ان انت بدل ما تبطلي الطماطم تبطلي الملح،
يعني نبتدي بالملح ونبتدي بالجانك فود ونبتدي بالحاجات اللي فيها مقلي ومحمر والحاجات دي كلها، بدل ما ابتدي بالحاجات اللي ربنا خلقها اللي طالعه من الارض اللي ما فيش احسن منها في الدنيا. فالطماطم من الحاجات المهمه جدا، وكان في دراسه عاملينها في يو كي في 2008 بيقول لك الناس اللي بتاكل طماطم لمده 4 أسابيع فيما فوق كل يوم طماطمايه، ده بيعلي من نسبه الاميونيتي بتاعتهم او نسبه الوقايه من الامراض عاليه جدا، دي حاجه. والحاجه الثانيه كمان بتخلي عندهم نضاره كويسه جدا في جلدهم. ايه الصوره اللي معانا بعد كده؟ الجزر. الجزر عامل زي الطماطم بالظبط، لو اكلنا منه جزره كل يوم في حاجه اسمها مش عايزه اقول مصطلح بالانجليزي، بس اللي بيحصل ان الجلد بيقلب شويه برتقاني. ده مش مرض او اي حاجه خالص، بالعكس ده حاجه من الحاجات اللي هي مهمه جدا وممكن تروح لو احنا بطلنا ناكل جزر. بس الجزر فيه فوائد عاليه جدا جدا، وزي ما كانوا بيقولوا زمان الجزر بيقوي النظر، هو فعلا فيه بيتا كاروتين او فيه الكاترونيد، دولت من المواد اللي بتحافظ على صحة العين وهي مستخلصة من الفيتامين A. بعد كده عندنا البرتقال والفواكه اللي هي حمضية. على فكرة الليمون مش حمضي، عشان ناس كتير بتقولي ما بقدرش اخد ليمون الصبح عشان هو حمضي، ده ما في الكلام ده مش مظبوط. الليمون قلوي مش حمضي، ده مهم جدا. اكتشفوا بقى ان في ناس لما بتاكل القشر بتاع الليمون ده بيزود حمايه الجلد ليهم من الشمس، مش بس الليمونه لا كمان قشر الليمون. يمكن زميلتي العزيزه نهى عبد العزيز كانت دايما لما بتبقى قاعده معايا بتتكلم على اهميته بالنسبه للماسكات والحاجات دي كلها، هو كمان من الحاجات لو اكلناها فيها الياف عاليه جدا، فبالتالي بتغسل الجسم من كل الشوائب وبالاخص المعده، وكمان مفيده جدا بالنسبه للسكن او بالنسبه للجلد. ايه هي الصوره اللي بعد كده معانا؟ الدارك شوكليت. طبعا الستات هيبقوا مبسوطين مني جدا ان انا بقول شوكولاته، هي مش شوكولاته، هي شوكولاته الغامقه اللي هي تقريبا معظمها كاكاو. دي من الحاجات اللي بتحتوي على مضادات الاكسده عاليه جدا جدا جدا، وبتنظف الجسم من كل الشوائب، لان زي ما قلت لكم مضادات الاكسده بتعمل ايه؟ بتقتل حاجه اسمها الفري راديكلز او اللي هي السموم، فبالتالي محتاجين منها كتير قوي في حياتنا. بس ده مش معناه ان انا كل يوم اكل الشوكولاته دي كلها، لا، يعني اللي عاوز يخس أو بشكل عام اللي عاوز يحافظ على وزنه هياخد يعني نقول يعني 2 من دولت. طبعا اللي بيتفرج عليا بره هيقول لي حرام عليك اتقي ربنا يا رنا، بس معلش لو احنا قسمناها بطريقه مظبوطه هنحافظ على جسمنا وفي نفس الوقت هنحافظ على نضاره وشنا. الصوره اللي بعد كده معانا الحمص بقى. عايزه اقول لكم الحمص من افيد الحاجات اللي ممكن تتخيلوها. بالنسبه للناس اللي هي اصلا ما بتاكلش بروتين حيواني ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك ولا بيض والحاجات دي كلها اللي هي منتجات الحيوانات، الحمص من الحاجات اللي هي فيها بروتين عالي، فيها الياف عاليه جدا، وفيها عاوزه اقول لكم كمان فيها حاجه اسمها، هي مش حاجه اسمها، هي عباره عن لو جلايساميك كاربوهيدرات. بمعنى ايه؟ انها بتتكسر بطيء على مدار الوقت، فبالتالي انا كتير قوي قلت الكلام ده واحب اعيده النهارده، ان هي من الحاجات اللي بتدي طاقه مستدامه على مدار اليوم. بمعنى ايه؟ بمعنى في حاجات انا ممكن اكلها تتحرق على طول، وفي حاجات ممكن اكلها تقعد شويه عقبال ما تتحرق، فبالتالي ما تحسسنيش بجوع، حاسس ان انا شبعان، مش حاسس ان انا في حاجه غلط فيا وعندي طاقه. دي من الحاجات، الحمص من الحاجات اللي بتعمل كده. الحاجات اللي ما بتعملش كده هي الحاجات اللي بتتحرق بسرعه، زي مثلا العيش الابيض عكسه العيش البني عكسه العيش اللي بحبوب. دي يعني مثلا العيش الابيض بيتحرق بسرعه جدا، العيش البني او فيه حبوب لا بيتحرق ابطا على مدار الوقت. ده مش معناه ان هو less calories او اقل في السعرات الحراريه، لا هو نفس تقريبا السعرات الحراريه بس افيد. دي من الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا ناكلها. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله في القولون او الحمص او العدس او الحاجات دي بتتعبهم، ممكن ان هم يصفوها او يضربوها في الخلاط ويصفوها، هتبقى مفيده جدا ليهم. طيب الصوره اللي بعد كده عندنا اللحمه. في نقطه مهمه بقى جدا عاوز اتكلم عليها على اللحمه. الدراسات قالت ان البقر اللي هم بياكلوا اكل يعني جراس او بياكلوا خضار وبياكلوا اكل نظيف بيطلعوا لحمه كويسه. انا معرفش هنا بقى الدنيا ماشيه ازاي، لان احنا بالنسبه لنا احنا كخبر التغذيه احنا ما بنفضلش اكل اللحمه الا مره واحده في الاسبوع عشان الكوليسترول ما يبقاش عالي قوي علينا، وعشان هي فيها دهون مشبعه كتير قوي. بس بالنسبه لنضاره الجلد وبالنسبه لان احنا لازم ناكل كل اللي ربنا خلقه في الدنيا او كل اللي هو صرح لنا بيه، اللحمه من الحاجات اللي يفضل انها تتاكل مره
في الأسبوع هتفيد الجلد وهتفيد الجسم بشكل عام. الناس اللي عندهم كوليسترول عالي بنمنعهم تماما عن موضوع اللحمة. الصورة اللي بعد كده الشوفان بقى. طبعا بالنسبة للبلو بيريز اللي فوق مش موجودين في مصر، بس احنا ممكن نزود عليها اي نوع من انواع كاتانيا. الشوفان يا ما قلنا الشوفان مفيش احسن منه. اول حاجة ده من الحاجات اللي هو جلايساميك او اللي بتتكسر بطيء على مدار الوقت، فبالتالي مهمة جدا للناس اللي عندها سكر، عشان انا اتسألت كتير قوي على البيج على موضوع دايت السكر ده. مهمة جدا لانها بتغسل المعدة من كل الشوائب عشان او بتغسل بتنظف المعدة عشان فيها الياف عالية جدا، ومهمة جدا للسعادة. قبل كده كنت قلت لحضراتكم ان هي اكلة من الاكلات اللي بتحتوي على مواد تسبب السعادة وهي السيروتونين. مهم جدا ان احنا نفطر بالشوفان لانه بيحافظ على كل حاجة، ومنها المخ كمان، صحة المخ، وده اكتر طبعا حاجة احنا محتاجين ان احنا نحافظ على صحته من كتر الستريسز ومن كتر الضغوط اللي موجودة علينا. فالشوفان من الحاجات المهمة جدا. ازاي تعمل الشوفان؟ عشان ده برضو سؤال من الاسئلة اللي حد سألها لي على البيج. ممكن انت تغليه في شوية مية صغيرين وبعد كده تزود عليه لبن خالي الدسم يفضل. بالنسبة للاطفال لو حابين ان هو نص دسم مش مشكلة خالص. الصورة بعد كده اللي معانا عن فلفل الاصفر. طيب هو سبحان الله ان ربنا خلق في كل لون فايدة، فانت عندك الحاجات اللي فيها احمر او اللي لونها احمر بتحتوي على اللايكوبين، مادة اللايكوبين اللي احنا قلنا بتقي من كانسر البروستاتا. بالنسبة للحاجات اللي هي صفرة بتحتوي على البيتا كاروتين او الكاترونيتس، دولت عبارة عن مستخلص او حاجة مشتقة من الفيتامين اي، فبالتالي بيكون فيها او مضاد الاكسدة عالي جدا، بتنظف الجسم من كل الشوائب، وكمان ليها دعوة بالجلد مهمة جدا لانها بتحتوي كمان على فيتامين اي. نقطة مهمة جدا في الفلفل الألوان ان هو فيتامين سي عالي قوي. ما معنى فيتامين سي؟ اولا فيتامين سي بيحافظ على تجديد الخلايا اللي موجودة في البطن او تجديد الخلايا بشكل عام. يعني لو حد مثلا بيتعور وبينزف كتير قوي يقولك دايما يزود من فيتامين سي، لان فيتامين سي من الحاجات اللي بتلئم الجروح بسرعة قوي. بتنزل نسبة الأدرينالين في الجسم. إيه هو الأدرينالين؟ الأدرينالين ده عبارة عن هرمون. الهرمون ده بيطلع لما أنت تحس أن أنت في خطر أو excited أو حاسس أن في مثلا موقف مش عارف تحله أو ستريس عالي جدا. الأدرينالين بيبتدي يتفرز في الجسم. لما بيعلى قوي عن حده بيبتدي الجسم بقى ما بيبقاش فاهم الدنيا بيحصل ايه، فبتدي يعيا. ده بلدي جدا، عشان ممكن الدكاترة اللي بيتفرجوا عليا يقولوا الكلام ده مش علمي، بس هي من الاخر يعني بيعمل مشاكل في الجسم. عشان انزل نسبة الادرينالين لمستوى الطبيعي الفيتامين سي بيعمل كده، فيفضل ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نحط فيتامين سي في اكلنا. الصورة اللي بعد كده الروزماري. الروزماري من اكتر الاعشاب وموجود دلوقتي في كل حته، وبالاخص في مصر بتزرع زيه زي الريحان، زي الزعتر، زيه زي الاعشاب التانية اللي موجوده عندنا. الروزماري من الحاجات المفيده جدا اللي اما تطبخ وهتطلع هتطلع فوائد كتير جدا. واكتشفوا برضو في دراسه ان اي حد بيستخدم الاعشاب الطبيعيه في اكله بيزود من نضاره بشرته. انا كنت قلت فكره قبل كده واتمنى لو الناس تعملها، الناس اللي بتحبش طعم الميه او حتى لو بتحبي طعم الميه، حطي عود روز ماري جوه الميه عندك او ازازه الميه، ده هيغير طعمها، هيديكي فايده من فوائد الروز ماري، وبالتالي انت كسبتي نضاره بشره وكسبتي ان جسمك يتنظف من كل الشوائب وكسبتي حاجات كتير قوي. الصورة اللي بعد كده معانا هي السردين. السردين من الحاجات اللي بتحتوي على الأوميجا، الأوميجا 3 سبيشلي، والأوميجا 3 من الحاجات اللي احنا بنحتاجها هي وال6 وال9 طبعا لصحة الجسم ولصحة المخ وللذاكرة للناس اللي زي بتنسى على طول، ويعني بصوا محتاجينها لكل حاجة. السردين من الحاجات المهمة جدا، بتحتوي على زيوت بتحافظ على ان الواحد ما يكونش عنده رينكلز او ما يكونش عنده تجاعيد، وده مهم جدا. يمكن دكتور عمرو قطب كان دايما بيقول ان الراجل او الست اللي عندهم جسم اويلي او عندهم بشرتهم دهنيه هم اللي ما بيطلع لهمش تجاعيد، يعني اقل تجاعيد من اللي جسمهم جاف. السردين من الحاجات المهمه اللي بتدي اويل او بتدي زيوت طبيعيه للبشره، فهي دي مهمه جدا ان احنا نخليها في اكلنا. في حاجة مهمة جدا، ناس كتير تقولي طب ايه الحاجات اللي نبعد عنها في موضوع الاكل خالص؟ القهوة من الحاجات اللي بتنزل المية. الفاست فود فيها دهون مشبعة كتير جدا بتبوظ البشرة
تماما. عدم شرب المية، الأملاح الكتير، أملاح كتير من الحاجات الصعبة جدا اللي أولا بتنفخ الجسم، بتبوظ البشرة، بتعمل كل حاجة غلط. غير طبعا ان احنا لازم نعمل وقاية زي ما كان دكتور عمرو بيقول، وقاية من برة عن طريق طبعا غسل الوش بطريقة مظبوطة، عن طريق ان احنا نحط كريمات، عن طريق حاجات كتير. آخر حاجة بقى مهمة هقولها لحضراتكم، وهي البيض. مهم جدا ان احنا نتكلم على الفيتامينات، نتكلم على المعادن، نتكلم على كل حاجه، بس فين اساس الاكل؟ يعني الفيتامينات والمعادن دي عباره عن حاجات بتكسر او بتساعد على وصول المكونات الطبيعيه اللي هي البروتين والنشويات والدهون بطريقه سليمه للجسم. فهو اساس الاكل ايه؟ بروتين، نشويات ودهون. اللي بيساعد على تكسير الأكل ده أو على امتصاص الأكل ده هي الفيتامينات والمعادن والمية طبعا والأكسجين. فبالتالي البيض من الحاجات اللي بتحتوي على بروتين عالي جدا واحنا محتاجينه، وصفار البيض لان الناس كتير قوي بتشيله، انا رافضه ده تماما، بيحتوي على نسبه عاليه جدا من الزنك. الزنك ده بيعمل ايه؟ بيجدد الخلايا، واحنا محتاجينه جدا، والستات كمان والرجاله الاتنين محتاجينه كويس قوي. بالنسبه لبياض البيض، بياض البيض مهم جدا لانه زي ما قلت لكم كده بيحتوي على بروتين وخفيف مش تقيل، بالنسبه للناس اللي ما بتحبش البيض عندها الحمص زي ما احنا قلنا وعندها حاجات كتير قوي. ده باختصار الحاجات او الاكلات اللي ممكن تساعد حضراتكم على نضاره وشكم وعلى صحه جسمكم بشكل عام. هنتظر كل اسئله حضراتكم على البيج ان شاء الله.